إيه والله ضحكت لك الدنيا يا جاسم، أكو موظفة جديدة بالشركة الحين تشتغل شغلك يا جاسم وتاخذ كل المجهود أنت وتترقى. الحين بكلم كريمة وأشوف وينها. ألو ألو، شلونك يا كريمة وش أخبارك؟ الحمد لله، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله. كريمة أكو موظفة جديدة بالشركة يقولون. أيوة أي شاطرة والله. السي في بتاعها بيقول انها ما شاء الله يعني عندها خبرات كتير في حاجات في فرايتي كتير قوي. اكيد جكرة. طبعا. ايوه اي خوش مديرة كريمة. طبعا وايد كريمة. شكرا كريمة. وين مكتبها؟ خلنا نزورها. في الدور الثالث، ثالث مكتب على الشمال. الحين بروح لها لجل روح الفريج. ايوه. انزين شلون تبي تدخلها يا جاسم؟ شلون تبي تقنعها تشيل كل شغلك؟ خلنا نفكر. والله ما تخليها بوردة، هذه ويها ملطاك. خلني أفكر بفكرة ثانية. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بتحكى عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بتحكى عليا. عاد حرام في يدي نانير القهوة. خلنا اقوم واشوف كيف اجيب راسها عشان تشيل يغلي كله. جكرة امبير، منو داج علي هالحزة؟ عندي شغل انا، وايد عندي شغل، ابي اشتغل، ابي اكل الشغل، انا اكله. منو؟ السلام عليكم ورحمة الله، انا ياسم. ياسم هني زميلك في الشركة. يوم لا تخافين لا تحتين، ما شاء الله عليك، الله يا رب يوفقك ويعطيك خير هالوظيفة ويكفيك شرها، وان شاء الله يا رب من اعلى لاعلى ما شاء الله نشوفك. يبا اي شيء تحتاجينه هني بالشركة هني ياسم اخوك، بحكم انك جديدة انا مويوش.